نتكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كبريتي. أنا أصلا كنت عارض مع أننا نسميه عيد المرأة، لأن بالنسبة لي هذاك يوم النضال ماشي يوم ديال العيد، لأن المعركة المرأة المغربية ما زالت مستمرة، ما زالت المغرب المرأة المغربية كتعيش تضييق من طرف المجتمع على المستوى الهاجس الذكوري ولا على المستوى الإعلام ولا على حتى على المستوى المنظمات الحقوقية، باقي ما عطات المرأة هذا الحق ديالها، حتى على مستوى القوانين الوطنية ديالنا ما زالت المرأة المغربية والمرأة العالمية بصفة عامة كتعيش تضييق. المرأة هي عندها دور كبير، دور فعال في المجتمع، يعني إلا ما كانش المرأة راه ما كاين والو، فهمتيني؟ يعني المرأة فيها الأم ديالنا، فيها الأخت، فيها الأب، فيها كل شيء. تستاهل مثلا هاد التفاتة، كنتمناو تكون ماشي غير نهار واحد في العام اللي كتحتفل بالمرأة، لأنها كتستحق أكثر من هيدا. الاهتمام بالمرأة سواء من جميع الجوانب، خصوصا المرأة القروية اللي مازال كتعيش في بلادنا وفق هذا القرن هذا، بعض العراقيل وبعض الصعوبات اللي كنتمناو من الحكومة سواء الجديدة أو المقبلة أنها تولي عناية كبرى للمرأة. المرأة اللي كتكون في القوة هادوك خصهم على الاقل واحد شي نهار يمشيو عندهم من تما، يتعايشوا معاهم، يعرفوا شنو يخصهم شنو ناقصهم، بزاف ديال الحاج. ماشي المراه خصوصا في المدينه كيكون شويه واحد 50% مثلا كيكون بعدا وصل لها هادشي هذا وعارف شنو كاين، ولكن المراه القرويه الا اي مراه كتكون شويه معذبه وشويه مرتاحه في الدنيا كامله، ماشي المراه العربيه، اي مراه في الدنيا، لانه نهار اللي عمل الله الدنيا عمل فيها المزيان وفيها العيان، عندهم يكون الحياه ماشيه هكذاك، ما يمكنش تكون مكموله، كمل الله سبحانه وتعالى. هي النص ديال المجتمع وكتولد النص، كتولد النص الثاني، النص الاخر، يعني المراه ما كافيش في حقها واحد النهار، وانما هذاك يعني كيبقى متيس كيميزوها بذاك النهار. من ناحيه السياسه مازال المراه ضعيفه في هذا المجال هذا. بزاف ديال الاسماء اللي خلاو سمعه كبيره، اللي عاطين صوره كبيره وزوينه للمغرب في المجال ديال المراه. المراه خدامه جوج الادوار في الحياه، مراه واب، رجل ومراه كتكون شويه صعيبه الدنيا، ولكن احنا عارفين الله وكنعرفوا كنصليو وكنعرفوا شنو كاين، يعني عندهم تكون الحياه هي هذه، جينا الدنيا امتحان وغادي نخرجوا منها بامتحان عاود. واخا المراه باش كتقدم يعني الدور ديالها في المجتمع، الا ان الراجل باقي تقريبا مسيطر على كلشي. 8 مارس غير كافيه، كنتمنى تكون 8 مارس، 8 ماي، 8 يونيو، 8 يوليوز، ولكن كافيه الى استطعنا اننا نحميو المراه من جميع الجوانب اللي تخليها فرحانه وديما عايشه الى جنب الرجل سواسيه. المراه خصنا ديما خصنا في البيت، يعني ماشي غير نهار واحد. مشكلتنا حنا كنساء كنعطيو للاخر انه يقود المعركه ديالنا، وبالتالي راه ما يمكنش شي حد يدافع على المطالب ديالك هو ما عرفهاش اصلا وما كتعنيهش شي اصلا. حنا ملي كنقولوا قضيه المراه ما كنعنيوش ان بالمقابل انه الذكر هو العدو ديال المراه، حنا كنشوفوا بانه فريمون كاين واحد الهاجس ذكوري مسيطر على المجتمع ديالنا. حنا مجتمع ذكوري بطبيعه الحال باش نكونوا واضحين بنسبه 90%، ولكن ما كنشوفوش في الذكر هو العدو ديالنا، وفي نفس الوقت ما كنشوفوش في الذكر او الرجل هو اللي خصو يقود المعركه ديالنا. حنا كنساء خصنا نوقفوا على المعركه ديالنا ونخليوها تزيد للقدام.